بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أئمة الهدى من هم. لازلنا أحبتي في موضوعنا حول حرب الجمل، واليوم سوف نتناقش في عدة محاور أساسية ومهمة في المقام. هذه المحاور: عائشة وطلحة والزبير، هل كان لهم يد في قتل عثمان؟ هل قلبوا المجتمع آنذاك على عثمان، شجعوا على قتله؟ وكذلك نريد أن نشخص من هم قتلة عثمان، نريد أن نعرف من هم قتلة عثمان، من الذين قتلوا عثمان حتى نعرف ممن نأخذ القصاص، فعندما يتشخصون نعرف ممن سنقتص. وعندما ذهبت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة، لماذا استولوا على بيت مال المسلمين وتقاتلوا مع عثمان بن حنيف؟ هذه الأسئلة أحبتي هي سوف تكون محور حلقة اليوم وحوار اليوم من خلال برنامجكم مع ضيوفي الأعزاء. أرحب بهم عبر السكايب معنا من المملكة العربية السعودية الداعية الإسلامية سماحة الشيخ عبد العزيز الشريف أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ يونس، وحيا الله ضيفك، وحيا الله هذه القناة. حياك الله شيخ أبو عائشة، أهلا وسهلا بكم. كذلك أرحب بضيفنا من العراق سماحة السيد ميثم الموسوي، باحث إسلامي. السلام عليكم سماحة السيد. عليكم السلام أستاذ يونس، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكريم، حيا الله جميع المشاهدين الكرام. حياكم الله ضيوفي الأعزاء. مشاهدينا الأعزاء، أي استفسار لديكم أو مداخلة لإغناء البحث تفضلوا بها علينا، أرقامنا في أسفل الشاشة للرسائل وليس للاتصال. نبدأ على بركة الله، بداية معكم سماحة الشيخ أبو عائشة. هل كانت عائشة وطلحة والزبير، هل كان لهم يد في قتل عثمان؟ أو هل شجعوا على قتل عثمان؟ قلبوا المواقف ضد عثمان؟ تفضلوا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم وعلى زوجات أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما لم يكن لهم يد في قتل عثمان. نعم. كيف يكون لهم يد وهم الذين ذهبوا وساروا إلى البصرة لأجل المطالبة بالقصاص؟ نعم. وهذه مفارقة عجيبة جدا. وأنت تعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا ذو وجهين، وإنما هو على وجه واحد، فوجههم وجه واحد، فلا يتقلبون ولا يتغيرون، بل هم ثابتون على الحق وثابتون على الإيمان وثابتون على الصلاح. طيب، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في الحج. طيب، عندما قتل عثمان في اليوم 18 كانت في مكة. فلما رجعت قافلة المدينة استقبلها من استقبلها؟ طلحة والزبير. نعم. فأخبرت بقتل عثمان، قالت: قتلوه قتلهم الله، لعنة الله على من قتل عثمان في السهل والجبل. يعني تخيل، تلعن قتلة عثمان. جميل. رضي الله عنه. وهذا دليل على أنها لما جاءها الخبر تأثرت وغضبت ودعت ولعنت على من قتل هذا الصحابي الجليل وخليفة المسلمين وأميرهم. فهل بالله بعد هذا تكون سببا في القتل أو التأليب على ولي الأمر أو الدعوة إلى خلع بيعة عثمان رضي الله عنه، وهي التي تروي أحاديث التحذير من الخروج على ولي الأمر والتحذير من التآلب أو الدعوة إلى الخروج على ولي الأمر؟ هذا ما يصدر من هذه العالمة الفقيهة أم
عجل الله عنها. هو شيخ أبو عيسى، حتى الإمام علي عليه السلام كذلك لعن قتلة عثمان، الإمام علي. لا، ما لعنهم مباشرة، لعنهم لما سمع أم المؤمنين عجل الله عنها قيل له يا علي بن أبي طالب ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلعن قتل عثمان، قال وأنا ألعن قتلة عثمان. يعني هو جيد، هو في 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 المقام هو لعنهم، يعني بغض النظر إن كانت عائشة لعنت أولا أو بعد ما سمع أو أخبر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنتهم، قال وأنا ألعنهم. فهذا دليل على أنه ليس هناك صحابي اشترك في قتل عثمان. ليس هناك صحابي اشترك في قتل عثمان، نعم، أو دعا إلى قتل عثمان، أو كان له يد في قتل عثمان. ولهذا يستحيل أن تلعن عائشة رضي الله عنها صحابي جليل صاحب رسول الله، أو أن يلعن هي عائشة كذلك. أبو عائشة كذلك، عائشة يعني في روايات معتبرة تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، ما رأيك بهذه؟ هذه رواية مع احترامي تبل وتشرب وتنقع، يعني غير صحيحة؟ غير صحيحة البتة. هذه الرواية تبل وتنقع وتشرب لأنها غير صحيحة، لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا ولا متن، فلا يحتج بها. وحاشا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدعو إلى قتل عثمان رضي الله عنه ثم تسير إلى البصرة تطالب بالقصاص من قتلته. هذا مستحيل على أم المؤمنين، وهي تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق عند الله ذو الوجهين الذي يلقى هذا بوجهه. وحاشاها رضي الله عنها أن تكون ذات وجهين. طيب، وطلحة والزبير، نحن الآن عرفنا عن عائشة، نأتي إلى طلحة والزبير. كذلك طلحة والزبير لم يكن لهم يد في قتل عثمان، بل كانوا حريصين وكانوا من المدافعين وكانوا من الذين أرادوا أن يحموا عثمان رضي الله عن عثمان، وأتوا إليه ولكن هو رفض، قال ابعدوا عني لا أريد أن تسيل قطرة دم بسببي. وهو يمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له يا عثمان أنك ستموت شهيدا على بلوى تصيبك. نعم، في البخاري عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال من بالباب؟ قال عثمان. قال ائذن له، النبي يقول لأبو موسى ائذن له وبشره بالجنة أو بالشهادة على بلوى تصيبه. جميل. فقال عثمان أعوذ بالله. ولهذا عندما أتى المتآمرون وأحاطوا بالبيت وتجاسروا عليه البيت ودخلوا عليه، كان في ذلك اليوم صائما لله عز وجل، وكان يقرأ القرآن. نعم، تخيل عندما قتلوه كان صائما وكان يقرأ القرآن. نعم، كان يقرأ طيب. القرآن. على كل عائشة وطلحة والزبير ليس لهم يد في قتل عثمان، ولم يؤلفوا الوضع على عثمان. لا من طيب. قريب ولا من بعيد. جيد جيد شيخ أبو عائشة، أشكرك، أعود إليك بعد قليل. أنتقل إليكم سماحة السيد ميسم بخصوص نفس السؤال حول عائشة وطلحة والزبير، هل لهم يد في قتل عثمان؟ هل ألبوا الوضع على عثمان؟ سمعنا من الشيخ أبو عائشة أنه ليس لهم يد ولم يؤلبوا الأوضاع أبدا على عثمان، ما قولكم؟ تفضل. طيب، اللهم صل ودعاء محمد الطيبين الطاهرين. يقول البخاري، وأنا ما أريد أخوض في مسألة تأليب عائشة الآن على عثمان، لردت أنه أتي بالتسلسل من الذين ألبوا أولا ثم بعد ذلك، لكن من باب الاستئناس يقول البخاري في خلق أفعال العباد ومثله في المصنف لابن أبي شيبة، أو العفو المصنف عبد الرزاق الصنعاني، يقول عن عائشة وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان. نعم. تقول وددت إني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان آمر إلا قد انتهك مني مثله. حتى والله لو أحببت قتله لقتلته.
في صحيح هي بخاري. احتراف انها ألبت على عثمان ابن عفان. طيب ما دام دخلنا في هذا الموضوع، قبل ان اذكر هذه المسألة ومسألة التأليب، الآن الشيخ أبو عائشة ذكر مسألة، قال إن عائشة ذهبت إلى مكة المكرمة للحج، ذهبت إلى الحج، نعم. ثم بعد ذلك عادت إلى المدينة. طيب هنا محمد ناصر الدين الألباني يقول في سنن أبي داود، يقول إسناده صحيح، حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. أها. هذه الحجة ثم ظهور الحصر. الآن أبو عائشة اعترف أن عائشة عصت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أريد أطول، سودة بن الزمعة، أم سلمة، كلهن يرن عدم الخروج حتى للحج. هو أبو قالت عائشة لا جاوبنا عن تطردني هذا دابتي سابقا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه ثم ظهور الحصر. طيب لماذا عصت أمر النبي صلى الله عليه وآله مرتين؟ لا، ليس مرتين بل 3 مرات. مرة حينما ذهبت في خلافة بعد مقتل أو أثناء مقتل عثمان، ألبت عليه، هو يقول لك إنه قالت اقتلوا نعفل. نعم، عثمان كان يسمى نعفل بسند صحيح. نعم، هذا قاتل عثمان أبو الغادية في حديثه في واسط القصب بسنة صحيح، صححه الألباني محمد ناصر الدين الألباني، يقول سمعت عمار يشتم عثمان في نعم. المدينة، يقول له، يقول نعفل، يقول له نعفل، نعفلا. فهو معروف بهذه التسمية، معروف. لذلك يقول فلما كان يوم صفين تحينت منه فرجة فطعنته إلى آخره. هذا سيد ميسم ذكرتم محمد عمار، ناصر. لو تسمح لي سيد نعم. ميسم، ذكرتم عمار. يوجد رواية كذلك في مصادر القوم بأن عائشة سئلت عن عمار فقالت ما اختار، ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هذه لها قصة، يعني هذه أيضا جيد، هذه أيضا جيد. عفوا وعمار أستاذي، ألب على عثمان، هذه أيضا يصححها محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة. شنو قضية هذه القصة؟ هذه القصة كارثية. هذه فتوى من عائشة بسب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت تفتي الناس بشتم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأم سلمة تقول أيسب رسول الله عندكم؟ قالوا حاشا لله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني. طيب شنو القضية هاي؟ يقول سمعت رجل يقع في علي وعمار، فقالت، الألباني يقول صحيح، إذا تريد أعرض لك المصدر الآن، قالت أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا، يعني سبه كيفما تشاء، أما أقول لك بأي شيء، خذ راحتك سب. ولكن عمار سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. فعائشة كانت تفتي بشتم علي بن أبي طالب الذي هو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها، ولي أمر المؤمنين، ها، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فهي تعلن عداوتها لله عموما. هسه الآن فيقول هذه ثم نعم. ظهور الحصر، عصت الله تبارك وتعالى، خرجت في زمان الإمام علي بن أبي طالب، وخرجت قبلها أيضا في زمن عمر بن الخطاب. هذا في تاريخ المدينة، تاريخ المدينة والسند صحيح. يقول عن أم كلثوم بنت أبي بكر إنها أخبرتها عن عائشة إن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وآله فحججنا في آخر حجة حجها عمر. قالت فلما ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل متلثم إلى آخره. طيب إلى آخره. طيب إذن عائشة وعمر أيضا عصوا الله تبارك وتعالى، وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كما يعترف أبو عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه ثم ظهور الحصر. طيب الآن عائشة إن شاء الله سنأتي بالحلقات القائمة الآن بالسرة كيف إنها ألبت على عثمان.
الآن من الذين ألبوا على عثمان؟ طلحة والزبير. هذا الألباني يقول عنه حسن، أحمد محمد شاكر يقول عنه حسن. هذا الكتاب سنن الترمذي والرواية بعدة طرق وعدة مصادر، أكتفي بهذا. يقول ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. والله جدا مهمة، ألباكم علي. قال: فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. فقال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم الله، أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه. طيب من هما هذان الرجلان؟ في كتاب مقتل الشهيد عثمان يقول: هما طلحة والزبير. هما طلحة والزبير. ولذلك الذهبي تلميذ ابن تيمية في ترجمة طلحة، في ترجمة طلحة وسنأتي لهذا، وقتله، لا خلاف بين العلماء أن مروان ابن الحكم لما رأى الهزيمة قتل طلحة ثأرا بعثمان ابن عفان. صحيح، في معركة الجمل قتله. نعم. يقول: قال: قلت الذي كان منه، في ترجمة طلحة، في حق عثمان تمغفل وتأليب فعله باجتهاد. تمغفل وتأليب فعله باجتهاد. ويلومون علي بن أبي طالب عليه السلام على هذه المسألة. ماذا فعل علي بن أبي طالب مع طلحة يوم الدار إخواني؟ شوفوا شوفوا شوفوا، هذا أول اثنين حرضوا على عثمان، عائشة وطلحة والزبير، والله العظيم وبالأسانيد الصحيحة. شوفوا كيف ألقوا اللوم على علي بن أبي طالب في تاريخ المدينة والسنة الصحيح. شوف مولانا العزيز الفاضل ماذا فعل علي بن أبي طالب، هذه أخلاق علي. ماذا فعل؟ يقول: حدثنا قال: أرسل عثمان إلى علي رضي الله عنه يقرأه السلام ويقول: إن فلانا، يعني طلحة، قد قتلني بالعطش. نعم. والقتل بالسلاح أجمل من القتل بالعطش. فخرج علي رضي الله عنه يتوكع على يد المصور بن مخرمة حتى دخل على ذلك الرجل وهو يترامى بالنبل، عليه قميص هروي. جميل. يرمي بالنبال. نعم. على بيت عثمان. فلما رآه تنحى عن صدر الفراش ورحب به، فقال له علي: إن عثمان أرسل إلي إنكم قتلتموه بالعطش، وإن ذلك ليس يحسن، وأنا أحب أن تدخل عليه الماء. فقال: لا والله ولا نعمة عين، ولا نتركه يأكل ويشرب. فقال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أكلم أحد من قريش في شيء فلا يفعل. فقال: لا والله، والله لا أفعل، وما أنت في ذلك من شيء يا علي. فقام علي رضي الله عنه غضبان، فقال: لتعلمن بعد قليل من أكون في ذلك شيء أم لا. طيب. وسند آخر نفس القضية هذا تحت. إذن من الذين ألبوا على عثمان؟ من الذين قتلوا عثمان؟ نعم. الذين قتلوا عثمان هم من؟ هم طلحة والزبير فقط. هذه إن شاء الله حتى يرد أبو عائشة على هذا الكلام. يقول في تاريخ المدينة، طيب هذا أمامك، يقول: كان أشد الصحابة على عثمان طلحة بن عبيد الله، ها، وإنما أفسد عثمان بطانة استبطنها من الطلقاء. لمن هذا تاريخ المدينة؟ لابن شبة؟ لمن؟ ها؟ تاريخ المدينة، نعم، لابن شبة. نعم، لابن جيد. شبة. طيب، أشكرك سيد ميسم، هذه مصادر ذكرتها وأدلة. أنتقل إليكم سماحة الشيخ. أبو عائشة شاهدنا البخاري والألباني والذهبي وابن شبة، يقول ويصرح بأن عائشة وطلحة والزبير حرضوا بل وساهموا في القتل بأسانيد صحيحة. تفضل. أما البخاري فلم يذكر شيئا من ذلك، ولم يقل أن الذي حرض على قتل عثمان هم عائشة والزبير وطلحة. هو ذكر بأن عائشة ألبت على عثمان. أبدا، وأنا أؤكد أن البخاري لم يذكر من ذلك شيئا. وما الذي ذكره السيد ميسم؟ ما ذكر أنهم ألبوا، أتحدى، ما في الرواية أنهم ألبوا. طيب. أو قالوا اقتلوا أو ما في. طيب، الألباني والذهبي وابن شبة. أنا عارف البخاري وأعرف صحيح البخاري. جيد. قول عائشة رضي الله عنها: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا. أنا أتمنى من السيد ميثم أن يستدل لنا بأحاديث صحيحة، لا يأتينا بأحاديث مرسلة فيها تدليس منقطعة.
ليدلس بها على المستمعين والمشاهدين. والسيد ميسم لا يأتي إلا بأحاديث صحيحة ويذكر في النهاية السند صحيح. سأبين لك أن هذا الحديث هو يذكر السند صحيح. دقيقة. رواه أحمد في المسند. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة رضي الله عنها فقالت أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. طيب. هذا أخرجه الإمام أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار. حبيب هذا ماذا قال عنه الحافظ في التقريب الحافظ ابن حجر؟ نعم. قال كان كثير الإرسال والتدليس. كان كثيرا. وقد عنعنه الإرسال والتدليس. وقد عنعنه هنا يعني بالعنعنة ولم يصرح بالسماع. مما يمتنع من صحته قطعا. وذكر حبيب هذا الحافظ في طبقات المدلسين. الحافظ ذكره في طبقات المدلسين برقم 69 ضمن المرتبة الثالثة التي قال عنها في المقدمة صفحة 13 من أكثر من التدليس. اسمع ماذا قال الحافظ. من أكثر من التدليس. من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. وهنا لم يصرح بالسماع. طيب. قلت وهو أمر منتف هنا كما ترى. وبين الحافظ هناك تدليس أيضا فقال صفحة 38 ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه يعني عن حبيب أنه كان يقول لو أن رجلا حدثني عنكم ما باليت إن رويته عنك يعني وأسقطه من الوسط. هذا كلامه يعني ما يبالي بالتحديد. فكيف تستدل علينا في حديث مدلس كثير الإرسال ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية؟ فهذه هذا الحديث الذي ذكره في مسند أحمد بن حنبل حديث فيه تدليس. تدليس وإرسال. طيب. صاحبه معروف بالتدليس والإرسال. طيب. سأزيدك أيضا. قال العقيلي وله عن عطاء حادث لا يتابع عليها وهذا هو المحذور في التدليس الذي يوجب رد الحديث. وفي ترجمته من التهذيب نقل الحافظ عن القطان قوله له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما فهو صحيح من طرق أخرى. هذه الرواية صحيحة من طرق أخرى منها مثل عند الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. والمهم أن قول عائشة رضي الله عنها أما علي فلست قائلة في شيء غير صحيح بل هو ضعيف مردود. طيب يا شيخ أبو عائشة حسب ما معروف عندكم بأن المدلس تقبل روايته إذا توبع. التدليس طبقات يا أستاذ. التدليس ما هو يعني وتيرة واحدة. التدليس طبقات. يعني التدليس وتدليس يعني عدة تدليسات مو تدليس واحد. فانتبه بارك الله فيك. جي. هذا من التدليس الذي لا تقبل معه الرواية كما ذكر الحافظ في التقريب وفي التهذيب وغيره. طيب. فحديث أما قول عائشة الله عنها أما علي فلست قائلة فيه شيء فهذه الرواية ضعيفة مردودة لا تصح وغير صحيحة. وقد نعم. أخرج أيضا هذا الحديث عن عائشة الترمذي رضي الله عنها وابن ماجة والحاكم وليس فيه هذا القول. يعني لم تقل هذا ولم يصدر منها. فمثلا عند الترمذي حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز ابن سياه كوفي يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أما علي فلست قائلة لك في شيء. هذا في الترمذي. كذلك عند ابن ماجة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى حاء، وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع يعني الجراح عن عبد العزيز ابن سياه عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. هذا في ابن ماجه. النص عند الحاكم أيضا يقول أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عبد العزيز بن سياح. طيب الرواية ضعيفة عن نعم. طيب هي أصلا السؤال الشيخ أبو عائشة ما حكم من يصحح لم تصح ما حكم ما حكم من يصحح الروايات الضعيفة ما حكم من يصحح الروايات الضعيفة؟ شوف الروايات الضعيفة نعم لا يجرؤ أحد أن يصححها هكذا من مزاج. طب هناك البخاري صحح الكثير من الروايات وضعفها مسلم وهناك العكس نشاهد. البخاري حالة استثنائية والإمام مسلم حالة هذان الصحيحان لا يتعرض عليهما لأن كل ما فيهما صحيح بسند معتبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الرواية التي ذكرتها جنابك الكريم صححها الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط. هذه الرواية لا في البخاري ولا في مسلم. هذه الرواية أتي بها للطعن في عائشة رضي الله عنها وأنها تكره الإمام علي. حاشا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تكره علي بن أبي طالب. ما الذي بينها وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنها؟ ما بينهما شيء. حالة استثنائية نعم. والدليل يا أستاذ يونس نعم. أن السائل كان يأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها عن صلاة النبي في السفر مع أن عندها علم نعم وعندها فقه لكن تقول اسألوا علي بن أبي طالب فإنه كان كثير السفر مع رسول الله. أحسنت أبو عائشة شكرا لك. من الذي روى حديث الكساء يا رجل؟ يعني أشياء كثيرة تدل على ما بينهما من المودة والمحبة. هي تقول والله ما بيني وبين علي بن أبي طالب إلا ما بين الرجل وأحماءه أو كما جيد. طيب طيب جيد جيد هذا كله سوف يتضح إن شاء الله من خلال هذه المحاور. أشكرك وأعتذر منك ومن سماحة السيد. الآن نذهب إلى فاصل ثم نعود معكم أحبتي فابقوا معي. أنت المتعول مشاهدينا الأعزاء نعود لإكمال هذه المناظرة ما بين ضيوفي الأعزاء سماحة السيد ميسم الموسوي وسماحة الشيخ عبد العزيز الشريف أبو عائشة. حياكم الله مرحبا بكما. أهلا وسهلا. مرحبا. طيب الآن أنتقل إليكم سماحة السيد ميسم. شاهدنا الشيخ أبو عائشة يقول أن هذه الروايات التي تتحدث عن تأليب عائشة وطلحة والزبير ضد عثمان لا تصح أبدا
وخصوصا الرواية المذكورة في مسند أحمد بن حنبل حول موضوع عمار لا يختار إلا أرشد الأمور، رواية فيها تدليس ولا تصح. تفضل. طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. قال الشيخ أبو عائشة، يعني أنا كنت أتمنى أنه تترجع الإشكال علي اختصارا للوقت. قال أبو عائشة أنه كيف عائشة تذكر فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ثم تكون ناصبية؟ أعطيك مثال بسيط والأمثلة كثيرة جدا. نعم. هذا كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، ترجمة أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي البصري، يقول روى 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 إلى أن يصل إلى آخر شيء في ترجمته، كان ثقة كثير الحديث ثم يذكر أن هذا الرجل كان من الفقهاء ومن أعلم الناس بالقضاء، ثم إلى آخر أن يصل ويقول وكان يحمل على علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني شنو يحمل علي بن أبي طالب على علي بن أبي طالب عليه السلام؟ يشتم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل كان يشتم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو ناصبي. ناصبي. نعم. طيب، هذا الرجل ناصبي يشتم، يصرح بالشتم. طيب، هذا الرجل الذي يصرح بالشتم ماذا روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هذا يذكر في سير تليد الرجال في سير أعلام النبلاء، يذكر هذه القضية في ترجمة أبو قلابة. طيب، هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا الرجل في كتاب سنن ابن ماجه له رواية صححة الألباني، حدثنا يقول أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب. يقول الألباني صحيح. جميل. هو يروي فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ومن هنا يجتمع. فهذه القضية لا يخل بها، يعني الآن في علم الدراية والرواية كلام أبو عائشة مع احترامي لا يساوي فلسين في هذه المسألة. طيب، إنه قال الشيخ أبو عائشة، قال إنه هذه الرواية غير صحيحة وإن البخاري ما ذكر هذه المسألة، ما ذكر إنه عائشة انتهكت من عثمان أو ألبت. هذه أعيد الرواية. طيب، هذا كتاب خلق أفعال العباد للبخاري. إخواني، تقول وددت أن كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله. ها، تصريح البخاري يذكر ذلك، ليس في صحيح البخاري ولكن نفسه العالم البخاري يذكر. لا، في خلق أفعال العباد البخاري مصنف. طيب، عبد الرزاق بسند صحيح. طيب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، نرجع إلى الرواية التي قال عنها الشيخ أبو عائشة. إخواني، هذا كتاب السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، ما خير عمران بين أمرين إلا اختار أرشدهما. طبعا هنا بالسلسلة الصحيحة المختصرة أمامكم يقول صحيح. شنو هذا؟ صحيح. طيب، أرجع للكلام، ماذا قال عنه هنا؟ وذكر عن عنة حبيب بن ثابت، قال حدثنا عبد الله، حدثنا حبيب بن ثابت، جاء رجل فوقع في علي وعمار رضي الله عنهما عند عائشة وقالت أما علي فلست قائلة فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. قلت حبيب بن ثابت هو ثقة أيضا من رجال مسلم، فالإسناد صحيح لولا عنعنة حبيب فقد رمي بالتدليس، ولكنه صحيح قطعا بما بعده. يعني توبع. فأخرجه الحاكم عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود إلى آخره. يعني توبع، هو توبع بالحديث. لحظة بس، ما جاء اسمع الصوت، شوي صوتك يقطع. إذن هو يقول صحيح بما بعده، له شاهد آخر. طيب، له شاهد آخر توبع، يعني نعم. نعم. الآن سؤال للشيخ أبو عائشة، لو أن رجل حلف بالطلاق والعتاق على أن كل ما في البخاري صحيح، نعم، هل يمينه صحيحة أم لا؟ تفضل شيخ أبو عائشة. نعم، لا تطلق زوجته ولا يعتق. أحسنت، أحسنت. طيب، يكفي 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 إخواني، هذا صحيح البخاري أمامكم على الشاشة، هذا صحيح البخاري أمامكم على الشاشة الآن إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا أمامكم صحيح البخاري، هذا أمامكم إخواني صحيح البخاري، محقق مصطفى أديب الغاط، طبعة دار ابن كثير في اليمامة، يعني بلا حساب.
عنعنة حبيب بن ثابت في صحيح البخاري بدون حساب، أقرأ الآن. هذا أمامكم أخوان الأعزاء، هذا أمامكم في باب ذكر الملائكة. حدثنا محمد بن الشار، حدثنا ابن عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن في صحيح البخاري. طيب بعد، حدثنا حبيب بن ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ألم أنبئك تقوم الليل وتصوم النهار. بعد أخبرنا سفيان عن حبيب بن عن سعيد بن جبير. طيب بعد، هاي حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمر بن ميمون. طيب بعد، عبد العزيز بن سباح عن حبيب بن ثابت أتيت أبا وائل أسأله. طيب شنو؟ فالإخوان أعطيكم قاعدة يا مشاهدين الكرام، السلفية إن كان الحديث يضر معتقدهم ويطعن في رموزهم يخترعوا له علة، يخترعوا له علة ولكن يعني هذا يلعب به مع أناس ليس لهم علم ولا دراية. طيب يلعب هذه الألاعيب لعبة الأسانيد والعنعنة مع أناس لا علم لهم ولا دراية، لكن في الميدان العلمي هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. طيب الآن احنا ردينا على أبو عائشة. طيب ذكرنا الآن تأليف طلحة وتأليف الزبير على عثمان. طيب الآن هذا شاهد للحادثة لموقعة الجمل، من هو؟ ابن تيمية يقول عنه إمام، الحسن البصري. نعم، الحسن البصري هذا في المستدرك على الصحيحين برقم 4606 يقول حدثنا قال سمعت الحسن يقول جاء طلحة والزبير إلى البصرة. طبعا طلحة والزبير جاء إلى البصرة معهم عائشة. جاء طلحة والزبير، بالمناسبة هو ما أجاب عن مسألة خروج عائشة وحجها بعد الحجة وكيف حجت. طيب هذه كلها إن شاء الله سوف نقوم بإجابة عليها. نعم، ذكرني المسألة إن شاء الله أرجع لها الآن. يقول جاء طلحة والزبير إلى البصرة فقال لهم الناس ما جاءكم؟ قالوا نطلب دم عثمان. قال الحسن أيا سبحان الله، أفما كان للقوم عقول فيقولون والله ما قتل عثمان غيركم. الله أكبر، اعتراف منه. إذا ما قتل والله وأنا أقسم معه والله وبالله وتالله ما قتل عثمان إلا طلحة والزبير وعائشة. هو مروان بن الحكم لماذا قتل الزبير؟ أنا أقسم معه، لكن هؤلاء يضحكون على الناس السبئية وما أعرف منه وغيره والكلام هذا الفسل الذي لا يقدم ولا يؤخر. طيب المسألة الأخرى أخوان الأعزاء ذكرنا أنه مسألة خروج عائشة. خروج عائشة قال خرجت إلى الحج، ثم بعد ذلك ماذا فعلت أخوان الأعزاء؟ رجعت إلى المدينة. شوف أخوان الأعزاء هذا شرح ابن بطال على صحيح البخاري. طيب هذا شرح ابن بطال على صحيح البخاري ماذا يقول؟ هذا عرضكم على الشاشة. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شوف أخوان الأعزاء الأفاضل، آخذ دقيقة واحدة أستاذ إن شاء الله وأنهي. هذا شرح ابن بطال على صحيح، يقول باب حج النساء، يقول وإذن عمر لأزواج النبي، هذا اللي قرأناه قبل قليل بسنة الصحيح، في آخر حج حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. يقول فيه عائشة قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. فقالت عائشة فلا أداء الحج بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيه عن ابن عباس قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. جميل. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. نعم. فقال رجل يا رسول الله إن أريد أخرج في جيش كذا وكذا وأمرأة تريد الحج. فقال أخرج معها، يعني اترك الجهاد روح أخرج وياها. طيب أخرج معها. ثم يقول وفيه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأم سنان ما منعك من الحج الحديث؟ قال المهلب قوله عليه السلام لكن أفضل الجهاد حج المبرور يبطل إفك المتشيعين، يعني إحنا الشيعة والرافضين فيما اختلقوه من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. ما أدري هل الألباني من الرافضة؟ أبو داود من الرافضة؟ لا والله زين، ما أنتم قلتوه يعني أخواني، يريد بكل طريقة يصحح خروج عائشة، ما وجد طريقة إلا أنه ينسب الحديث للشيعة. وبالتالي طيب سيد ميسم شكرا لك.
لحظة لحظة بس أكمل كلامه. تفضل. سطرين. تفضل. يقول وهذا ظاهر الاختلاق، لأنه عليه السلام حظهن على الحاج وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن عمر لهن في الحاج. يا سلام، عمر خالف النبي صلى الله عليه وآله الذي أمر بعدم إخراج أزواجه، ومسير عثمان وغيره من أئمة الهدى معهن، والعثمان هو محرم لهن، كيف يخرج مع عائشة عثمان؟ قاطع على الإجماع على ما كذب به على النبي صلى الله عليه وآله في أمر عائشة والتسبب إلى عرضها المطهر. الله أكبر. يعني الذي يقول هذه ثم ظهور الحصر، ها، هذا ماذا يطعن في عرض عائشة؟ طعن في عرض عائشة المطهر. أول واحد أبو عائشة اليوم طعن بعرض عائشة، لأنه هو من صحح هذا الحديث. يقول الذي يتحدث بهذا الحديث طعن في عرض عائشة. طيب أبو عائشة. طيب. لا لحظة لحظة أستاذ، بعد ما انتهيت. تفضل. معكم أنا، معكم. حتى لو تعوض بالوقت ما عندي مشكلة، وأسأله يا أبو عائشة جاوب، لماذا تطعن في عرض أمك عائشة؟ فقط أظهر صورة السيد ميسم لو سمحت. لماذا تطعن في عرضها؟ يقول وكذلك قولها، وكذلك قولهم فقاتلي عليا وأنت له ظالمة، أفك وباطل لا يصح. وأما سفرها، سفرها إلى مكة مع غير ذي محرم منها من النسب، فالمسلمون كلهم أبناؤها، وذو محارمها بكتاب الله تعالى. الله أكبر. عائشة يا مسلمين خرجت كما يقول ابن بطال، الإمام ابن بطال شارح البخاري، إلى مكة من غير محرم. ليش؟ لأن المسلمون كلهم أبناؤها. طيب آية الحجاب وين وديه؟ إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن عائشة أخواني السلفية طعنوا في عرضها لأنهم رووا حديث هذه ثم ظهور الحصر ورموا هذا على الشيعة، ثم إنهم يرون إنها خرجت إلى مكة من غير محرم، فعصت رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات، مرة مع عمر بن الخطاب، ومرة حينما حجت بعد في مقتل عثمان، ومرة حينما خرجت لقتال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تفضل. طيب شكرا لك سيد ميسم، جميل جدا. يعني هذه المعلومات نحن دائما نريد بالإظهار هذه الأسانيد وإظهار هذه الروايات. دائما هنا المتابع العزيز يقتنع أكثر أن هنالك روايات وأسانيد صحيحة تذكر ما نريده من حقائق ومعلومات. شيخ أبو عائشة، بالإضافة إلى الآن أصبح وقتكم، طبعا وصلتنا رسالة من الأخ مخلص يقول لماذا الصحابة عندما قتلوا عثمان تركوه 3 أيام على كناسة ورفضوا دفنه في مقابر المسلمين؟ ألم يستحوا من رجل تستحي منه الملائكة؟ وبعد ذلك تفضل حتى نرى ردك على السيد ميسم. تفضل. أولا يقول أن أم المؤمنين حجت بدون محرم، فنقول هذا يحتاج إلى دليل. أما تجلي بكلام ابن بطال ابن نحار ابن ليل هذا ما نقبل. وابن بطال شرح البخاري صحيح البخاري. أنا ما علي من شرح، أنا أريد دليل صريح صحيح، مو قال فلان وقال فلان. إذا عنده رواية صحيحة تثبت أن أم المؤمنين سافرت بدون محرم هلا بها، ولن يجد. هذا يحتاج إلى دليل. لا طيب. يجوز أن يقال حديث بدون محرم. سبحان الله. جميل. لا بد أن يكون معها محرم، عندها عبد الله بن الزبير، عندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء. الذي يقول أنها حجت بدون محرم يكون قوله كذبا كذبا إلا بدليل. ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة. كل واحد من الصحابة غير معصوم. الحجة في قول الله تعالى، الحجة في قول الله تعالى وما قولان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه. الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه. يقول الشافعي رحمه أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. المقصود من كلام هذا أنه ليس هناك دليل لا. دليل
صحيح بسند معتبر يقول أن أم المؤمنين حجت بدون محرم، وأطالب بالدليل. أما تقول لي قال ابن بطال، قال ابن نقال، قال ابن هباس، هذا ما تقبل، هذا كلام فلان من الناس عنده دليل؟ ما عنده دليل. طيب الآن نسأل السيد إذا عنده دليل. لا بس النقطة التالية مجرد رأي قاله يا رجل، والعالم يخطئ، والعالم يستدل له ولا يستدل به، قول العالم يستدل له ولا يستدل به. لو قال ابن بطال، ابن بطال غير معصوم، العين غير معصوم. النقطة التالية يا شيخ زيد، هذه انتهينا منها. ابن حجر الآن، ابن حجر يقول في البخاري أشياء نردها عليه، ابن بطال يقول في البخاري نردها عليه، فهذه أقوال رجال، يعني نردها على ابن بطال. وحاشا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تسمع قول رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يا رجل أين الفقه وأين العلم؟ فأنا أطالبه بالدليل، لا يقول لي قال فلان. هذه انتهينا منها. جيد، النقطة التالية. النقطة الثانية، النقطة الثانية يقول ماذا يقول؟ أيوه، النقطة الثانية في حديث ذكره قريبا يقول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: وددت أني كنت نسيا منسي. نعم. يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت حجرة، يا ليتني كنت مدرة، وهكذا. هذا يقال قالت قبل موتها: ووددت أني كنت نسيا منسي. نعم. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن أخشى أن يثني علي. فقيل: إن ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت قالت قال بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أن الله أكبر. متى قالت هذا؟ بعد أن أثنى عليها ابن عباس، وهي أهل للثناء، ولكن في هذا الموقف هي تخاف: وددت أني كنت نسي. وهكذا هم العظماء، تخاف وهكذا العظماء. نعم، والصالحون يخافون عند هذه اللحظة، لأن ما يؤمن عليه، ما يؤمن عليه، فهي تخاف من هذه اللحظة الحرجة. وفي رواية عنه أنه حدثه ذكوان قال: حاجب عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عن عائشة، أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن. فأكب على ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس وهي يستأذن وهي تموت. فقالت: دعني من ابن عباس. فقال: يا أمتاه، إن ابن عباس من صالح بنيك، ليسلم عليك ويودعك. فقالت: إذن له إن شئت. قال: فأدخلته فقال ما قال من مدحها وثنائها، وهي أهل لذلك. فهي عندما قالت: وددت أني كنت نسيا منسيا، ليس أنها ارتكبت إثما أو ذنبا أو معصية، حاشاها، وإنما تقول ذلك خوفا وتواضعا لله عز وجل. مريم بنت عمران ماذا قالت؟ يا ليتني كنت نسيا منسيا. مريم بنت عمران وهي أم عيسى بن مريم عليهما السلام خشيت وخافت، قالت: يا ليتني. طيب الآن أريد أن ننتقل إلى الجواب على سؤال الأخ السائل، أخ شيخ أبو عائشة. ما هو السؤال؟ ما سمعت السؤال. يقول طبعا الأخ، هو السؤال من الأخ مخلص من العراق، يقول: لماذا الصحابة عندما قتلوا عثمان تركوه 3 أيام على كناسة ورفضوا دفنه في مقابر المسلمين؟ ألم يستحوا من شخص تستحي منه الملائكة؟ تفضل. لم يثبت أنهم تركوه 3 أيام، بل أنهم دفنوه في نفس اليوم، ودفن في البقيع،
هو اشترى حش كوكب هذا، اشتراه من اليهودي ثم زاد به في مقبرة البقيع. نعم. فأصبح هذه زيادة في البقيع فدفن في البقيع، وقبره موجود في البقيع ولكنه أخفي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. أما هم فدفنوه في نفس اليوم ولم يؤخروه يومين أو ثلاثة، لا دفنوه في نفس اليوم وذهبوا به وغسلوه وكفنوه وذهبوا به وقبروه في نفس اليوم في بقيع الغرقد في الأرض التي اشتراها من اليهود كوكب، وليس كما يقولون ويزعمون أنه دفن في حش كوكب، وهذا غير صحيح. الأمر الآخر، هم يدندنون يقول عائشة رضي الله عنها حجت فعصت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، لابد أن يطعنوا فيها. عصت والله وأقسم بالله وأباهن أنها ما عصت إلا طرفة عين، وما وخروجها للحج يعني ما يكون الحج عمل صالح وهي عندها إذن من رسول الله. لماذا النبي قال لها لا تحج؟ طيب النبي يعرف أنه عمل صالح جيد. الرسول أذن لها عندما سألته. اسمع الرواية في البخاري، أنا شوف هذه الروايات نأتي بروايات أخرى تعضدها. اسمع هذه الرواية، تفضل. هي بسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضا. أولا، حديث أبي واقد الذي فيه هذه ثم ظهور الحصر، هذا محتمل لمعنيين وليس بصريح ولا واضح على المنع. هل فيها منع؟ لا والله ما فيها. فلا يترك به المتيقن وهو الجواز. طيب لماذا باقي زوجات النبي لم يذهبن إلى الحج كعائشة؟ أم المؤمنين رضي الله عنها اجتهدت ورأت أن الأصلح أن تذهب للحج. إذا الموضوع موضوع اجتهاد إذن. نعم، عندها مستند من رسول الله لما أخرجه البخاري عنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لا لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كيف؟ الرسول قال لها الحج، نعم، متابعة الحج العمرة. قالت: لا أترك الحج بعد إذ سمعت رسول الله. فمن يأتي ويخطئها؟ ومن يأتي ويقول والله ما يستطيع أن يخطئها ولا يقول أنت أخطأت. أما قضية هذه ثم ظهور العصر، هذا ليس فيه المنع، ومن قال أن فيه المنع فليأتي. على ماذا يدل إذن شيخ أبو عائشة إذا لم يكن عن المنع؟ على ماذا يدل؟ اسمع الرواية، هذا توجيه وإرشاد. توجيه وإرشاد النبي. نعم، توجيه وإرشاد من النبي أن كنا تكفيكن هذه الحجة، لكن هل قال لهن النبي لا تحجوا؟ لابد أن يكون النهي واضح وصريح. أما هذه الرواية عن أبي واقد الليثي عن أبي قال: سمعت رسول الله يقول لأزواجي في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، هل تفهم أن فيها منع؟ لا والله ما فيها منع، وليس هناك تصريح بالمنع. إذا ما فيها منع ماذا أفهم منها؟ أفهم منها أنه أذهبنا متى شئتنا؟ هكذا يفهم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتكلم يتكلم بمعنى واضح، أنه يكون واضح. ولهذا في رزية الخميس الصحابة لما قال ائتوني فهموا منه أنه ليس للأمر الأمر الواجب، وإنما فهموا منه أنه للإرشاد للأصلح. هذا الذي فهموه الصحابة. هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت من هذه الرواية أنه ليس هناك منع، بدليل ما في صحيح البخاري التي هي بنفسها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله ألا نجاهد معكم؟ ألا نغزو معكم؟ هذا في البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أحسن الجهاد لكن وأجمله الحج والعمرة. فماذا فهمت رضي الله عنها؟ فقالت بعد أن فهمت هذا الحديث وفقهته وعلمت ما فيه وأنه دعوة للمتابعة بين الحج والعمرة، قالت: فلا أدع الحج
بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ ابن ماجه يختلف عما في البخاري. ابن ماجه رواه بقوله: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب. ولفظ الإسماعيلي: لو جاهدنا معك، قال: لا جهاد ولكن حج وعمرة. فالمراد بقوله لا في جواب قولهن ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك فإذا ليس بناهي. فإذا ليس بناهي. طيب شيخ أبو عاشر، ليس بناهي واضح، إنما هو مجرد إرشاد وتوجيه اللفظ. ولهذا بعض زوجات النبي فهمنا أنه نهي فلم يحججنا، وبعضهن ومنهن عجز الله عنها بما أعطاها الله من فقه وعلم، وتعرف تجمع بين الأحاديث وبين أقوال الرسول وتختار ما تراه مناسبا، ترجح يعني بدليل. طيب. نعضدها. طيب طيب ضيوفي الأعزاء، الآن أنا أعتذر منكم ونذهب إلى فاصل أخير ثم نعود. أحبتي فاصل أخير، فابقوا معنا. أنت المدعو للمغمات، وأنت المفزع في المنمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا يا الأعزاء استقبال عن مشاركاتكم عبر الرسائل، إرسال الرسائل أرقامنا في أسفل الشاشة. أي سؤال في خصوص هذا الموضوع أحبتي تفضلوا بالإرسال. مرة ثانية أجدد التحية لضيوفي سماحة السيد ميسم الموسوي وسماحة الشيخ عبد العزيز الشريف، أهلا وسهلا بكما. حياكم الله أستاذ. طيب الآن آتي إليكم سماحة السيد ميسم. بداية، الشيخ أبو عائشة يطالب برواية صحيحة عن عائشة بأنها حجت بدون محرم، تفضل. أرد على كلامه أنه قال أن عائشة اجتهدت في مسألة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أحسن الجهاد لكن الحج والعمرة، هذا قبل أن ينهيهن، يعني في حياته مع وجوده، أما بعد أن حج بهن قال هذه. شنو هذه؟ شنو هذه؟ هذه الحجة. هذا فهم السلفية الآن، فهم الألباني. أنا فهم أبو عائشة شنو أسوي به؟ هذه ثم ظهور الحصر. هذا فهم ابن بطال، فهم ابن حجر العسقلاني. هذه يعني شنو هذه؟ هذه الحجة. يعني يشير إلى ناقة، يشير إلى 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 سيارة، يعني يشير إلى الحجة هذه ثم ظهور الحصر. قلت يوجد من العلماء من قال فهم بأنها آخر حجة. قرأنا الكلام قبل قليل، قرأنا كلام محمد ناصر الدين الألباني عرضناه على الشاشة. جيد. طيب. جيد. الآن يعني يقول اجتهدت. إخواني الاجتهاد في فهم النص، يعني هؤلاء السلفية والله يضحكون عليكم. الاجتهاد
في فهم النص وليس في مخالفة النص. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة. طيب هنالك من فهم أنه الصلاة لا تجوز لا يمكن إلا في بني قريظة، وهنالك من صلى. يعني أنا أفهم أن النبي صلى الله عليه وآله يستحثهم فهم النص وليس يعني لا يصلني أحد العصر في وأنا أروح أصلي مثلا في خيبر، صحيح هذا مخالفة صريحة، لكن فهم النص نعم يختلف من شهر مصر. الآن عائشة عصت معصية، هذا مو ليس تأول وليس اجتهاد، هذه مخالفة صريحة. طيب ولكن السلفية يضحكون على الناس بهذه العبارات. طيب قال إنه مسألة دفن عثمان في حش يعني قضية أشهر، والله يعني حتى الإنسان يستحي، والمشهور بأنه فعلا بقي ثلاثة أيام من دون دفن. القضية أشهر من أن تذكر الآن، مثلا هذا في تاريخ الطبري، حتى في كل من ترجم لعثمان ذكر هذه المسألة. قضية مسلم بها هذا في تاريخ الطبري، هذا أمامكم على الشاشة أخوان الأعزاء، هذا تاريخ الطبري أمامكم على الشاشة. هذا يقول حدثنا إلى أن يقول وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد الوف كلم عليا في دفنه وطلب أن يأذن لأهله في ذلك ففعل، وأذن لهم علي، فلما سمع الناس بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة، وخرج به ناس يسير من أهله ثلاثة رايحين لتستحي من الملائكة، جهز جيش الأسرة، مبشر ثلاثة فقط، ثلاثة ونسوان وياهم ثلاثة يمكن أيضا، نائلة وبنته وبعد ما أعرف الأخرى ما أعرف، وهم يريدون به حائطا بالمدينة يقال له حش كوكب، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم هنيئا له. فلما خرج به على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه، فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفلن عن ذلك، ففعلوا، فانطلق حتى دفن ويقول رضي الله عنه في حش كوكب. فلما ظهر معاذ بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى إلى البقيع، فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل بمقابر المسلمين. أيضا ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب هذا يقول يقول والله لأن دفنتموه لان لأخبرن الناس غدا فاحتملوه، وكان رأسه وأن رأسه على الباب ليقول طق طق، رأس يضرب بالباب شارين على باب، حتى صاروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له، وكانت عائشة بنت عثمان معها مصباح في جرة، فلما أخرجوه ليدفنوه صاحت، تشوف أبوها يندفن في المزبلة في مزابل اليهود، صاحت، فقال لها ابن الزبير والله لأن لن تسكتي لأضربن الذي في عيناك. فسكتت فدفن. قال مالك وكان عثمان يمر بحش كوكب فيقول إنه سيدفن هاهنا رجل صالح، وعدة طرق لهذا الحديث. سمحت السيد ميسم، هذه الرواية رجالها كلهم ثقات. نعم. المسألة الأخرى ذكر أنه مسألة حج عائشة وأنه هل معها محرم أم ليس معها محرم. إخواني الأعزاء الأفاضل، الآن أنا أذكر ما قاله ابن بطال قبل قليل. نعم. هذا باب حج النساء، وأذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. طيب مع نساء النبي. نعم. طيب عثمان بن عفان هل هو محرم لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال موجه بالمباشر للشيخ أبو عائشة. وعبد الرحمن، عبد الرحمن هل هو محرم لعائشة؟ عثمان هل هو محرم لعائشة؟ من هما يا شيخ أبو عائشة هؤلاء؟ هل هما من محارم عائشة مثلا؟ ما قاعد أسمع الصوت. نعم سمحت الشيخ أبو عائشة تفضل. ما هو السؤال؟ السؤال يقول إنه عمر ابن الخطاب بعث نساء النبي صلى الله عليه وآله إلى الحج، وبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن. طيب هل عثمان بن عفان وعبد الرحمن من محارم عائشة؟ سمعت أبو عائشة سمعت؟ نعم. عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها. أها متأكد؟ أي نعم، عبد الرحمن بكر أخوها. وإذا طلع مو أخوها تطلع عائشة عاصية؟ وعبد الله ابن الزبير ابن أختها. ما في عبد الله بن زبير، ما في عبد الله بن زبير معها، فقط عثمان حج معها. أنا أريد يا رجل لم يحج معها، لم يحج معها. الآن
قال يا مشاهدين لحظة يا مشاهدين يا كرام، الدليل الذي أوردته ليس أنها حجت بدون محرم، يلا ما في. تفضل الآن على الشاشة لحظة. أنا أريد دليل واضح يقول أنها حجت بدون محرم. أما الآن سأعطيك الدليل، أصبر اسمع الدليل، اسمع الدليل. أنها حجت بدون محرم، فعبد الرحمن ابن أبي بكر هذا أخوها ابن أبيها. طيب. كذلك طيب. عبد الله بن الزبير ابن أختها. شكراً. حجت معه. شكراً. طيب أبو عيشة، لو تسمح لي أبو عيشة عزيزي، السيد ميسم تفضل. سيد ميسم فقط لو تظهر طيب. صورتك لو سمحت. نعم. صورتكم بعدما هذا النص بعد منه. أخواني الأعزاء، هذا صحيح البخاري أمامكم على الشاشة، هذا صحيح البخاري. خلينا نشوف من ذول اللي ويا عائشة. هذا أمامكم يقول، هذا في صحيح البخاري الذي حلفت عليه بالطلاق والعتاق وإنه صحيح من الدفة إلى الدفة. يقول أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وآله في آخر حج حجها. لا تقل لابن الزبير، هذا البخاري، لا تزود في البخاري فتحل عليك لعنة الباري، ها، ولا تكذب البخاري. يقول فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أبو عاشة قال عبد الرحمن بن أبي بكر، أنا أعرف راح يقول هذا، لذلك أنا كنت جاهز. عبد الرحمن الآن عائشة خرجت من غير محرم في صحيح البخاري، عاصت أم لم تعصي يا شيخ؟ في صحيح البخاري بدون محرم. بدون محرم، قال اعطيني الدليل، هذا الدليل من صحيح البخاري، خرجت بلا محرم، عثمان ليس محرم لهن. عثمان ليس محرم لنساء النبي صلى الله عليه واله، ولا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الزهري ليس محرم لهن ولا لعائشة. الآن خرجنا عائشة ومن معها وحفصة وما أعرف منه وهلما كل من خرجت من غير محرم. الآن السؤال يا شيخ، هل طبعا راح يقول تأولنا واجتهد، هل هن، وراح يقول ابن الزبير، أنا أتكلم البخاري ما قال ابن الزبير، ومالت ابن الزبير كذا، وأتحداك تثبت هذا. طيب. لا الزبير ولا ابن الزبير. الآن هل عائشة وحفصة ومن معهن اللواتي ذهبنا برفقة عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف عاصيات لكونهن خرجنا من غير محرم أم لسنا بعاصيات؟ تفضل. تفضل شيخ أبو عائشة. طيب أنا أريد في الحديث الذي ذكرت أنه ليس معهن محرم، تفضل. هذا جواب أخي، هذا ليس معهن محرم. تفضل، من المحرم؟ هل عثمان بن عوف محرم؟ هل عبد الرحمن بن عوف محرم؟ هذا الحديث البخاري، هذا البخاري، هو في البخاري، هذا البخاري، هذا أمامك، هذا صحيح البخاري أمامك، صحيح البخاري. يقول بعث معهن من؟ بعث معهن عثمان وعبد الرحمن ليس من أبي بكر، كما أنت دلست مع احترامي لك، بل عبد الرحمن بن عوف أصح كتاب بعد كتاب الله. لكن أعطني من البخاري رواية أنه قال أن عائشة رضي الله عنها وزوجات رسول الله حججنا بدون محرم. تفضل. هؤلاء هل هم من محارمها؟ أجبني أنت. أنا أسأل محارمها، هل قال البخاري أنهن حججنا بدون محرم؟ تفضل يا رجل. هؤلاء الذين معها هل هم من محارمها؟ أجبني. الرواية الآن، الرواية هل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من محارم عائشة؟ وسلام الله عليه يوم ولد، وسلام الله عليه يوم موت، وسلام الله عليه يوم حي، أنه قال في كتابه الصحيح الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله أن زوجات رسول الله ومنهن عائشة رضي الله عنها حججنا بدون محرم. تفضل. طيب الآن أخواني تفضلوا، هذا صحيح البخاري أمامكم، بس خلي يسكت لا يقاطع. صحيح البخاري أمامكم، شوفوا أخواني، شوفوا شارح البخاري ماذا يقول. يقول فبعث، يعني من فبعث معهن عثمان بن عفان، يقول فبعث كانا يقومان بشؤونهن دون مخالطة، بل ثبتنا إنهن نزلن في الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان في آخره
وجاز لهن السفر بدون محرم لوجود نسوة ثقات، وقيل لأن جميع المسلمين محارم لهن، إذ لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. والله مكابرة، والله يا عباد عائشة والله مكابرة، يا عباد عائشة والله مكابرة. هو طلب دليل على العدم، لا يجوز طلب دليل على العدم. لا يا أستاذ، لا لا لا، صحيح البخاري واضح، وأنا أقبل البخاري، والبخاري رحمة الله عليه وعليه السلام وقدس الله روحه ونور ضريحه، الرواية واضحة. ماذا يقول؟ لكن السيد ميثم يزيدها بهارات، يزيدها أملاح حتى ينصر بدعته في طعنه في أم العهد الله عنها. وأين إلى التبهير والأملاح وما أدري شو أين؟ نعم، يأتيني بكلام فلان وعلان، أنا مستعد أتيني بكلام فلان وعلان، أنا وياه والرواية، أنا بأتيني بكلام للجوزي. ابن الجوزي ماذا يقول في المنتظم؟ يلا، في المنتظم في حوالي سنة 23 هجرية، ماذا يقول؟ يقول عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم، قالوا حج عمر بأزواج رضي الله عنه بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياؤهن ممن لم تحتجبن منه، وجعل في مقدم قطارهن عبد الرحمن. أعطيني السند هذه شيخ أبو عيشة، أعطينا السند لهذه. عثمان بن عفان إلى آخره، هذه رواها ابن الجوزي في كتابه المنتظم. أعطينا سندها يا أستاذ، أنا مستعد أجيب لك أقوال الرجال، ما عندي مشكلة، أنا أريد الرواية، أنا أريد الرواية بدون بهارة. الرواية في البخاري تقول، اسمعوا الرواية في البخاري. طيب، تقول بعث عمر ابن رضي الله عنه معهن عثمان، قال ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم، فمحارمهن كانوا معهن. فإن عمر رضي الله عنه بعث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للحج معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زيادة في الإكرام والإطمئنان، ولا يظن بالصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا نهي النبي في أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم من أهلها أو من محارمها. فهذه الروايات تدل على أن معهن محارم، وحاشا زوج وحاشا عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يخالفوا نهي رسول الله. أحد يخالف نهي رسول الله؟ نهي رسول الله واضح، لا يحل، يعني معناه يحرم، فهل يخالفون وتذهب بدون محرم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وحاشاهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فرواية البخاري ليس فيها أنهم سافروا بدون، كيف لا؟ كيف لا؟ والبخاري يروي في صحيحه حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فهذا لا يدل على أنه سافر. الرواية في البخاري ما فيها، الرواية بيّنت أنهن سافروا مع عمر رضي الله عنه، سافروا للحج، وجعل معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. فهل في الرواية أنهن حججن بدون محرم؟ طيب، أنا أطال بما في الرواية. طيب، جميل جدا، لا بأس أن نبقى في نفس الموضوع حتى تتضح الصورة أكثر. سيد ميثم، أنت وسعنا وذهبنا للحج وكذا وتركنا الجمل وما فيه. سيد ميثم، يعني دخلنا في موضوع، الشيخ أبو عائشة يقول أنه مستحيل أن تذهب إلى الحج من دون محرم، ولا يوجد دليل على أنها ذهبت من دون محرم، ما قولكم؟ طيب، الآن هذه الكلام اللي ذكره، وأنا ما طلعت عليه من كتاب المنتظم للتاريخ ابن الجوزي. نعم، كلام غير دقيق. لماذا؟ الآن البخاري حينما ذكر هذه المسألة وقال أرسل معهن عثمان وعبد الرحمن، وأنا سكتت، هو قال عبد الرحمن بن أبي بكر، ليش؟ حتى يقول إنه محرم لعائشة. طيب، بقية نساء النبي شنو؟
وظهر أنه عبد الرحمن بن عوف أمامكم يا مشاهدين وليس عبد الرحمن بن أبي بكر. أها. طيب شوفوا السلفية في صحيح البخاري عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن عوف وليس عبد الرحمن بن أبي هذا 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 أمامكم على الشاشة هذا 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 السلفية لا يتورعون عن الكذب مع احترام لي أبو عاشة أنا في ميدان علمي فهذا هذا يحق لي. يقول أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وآله في آخر حجة فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أنا سكتت قلت له من عبد الرحمن؟ قال من أبو بكر هو عبد الرحمن بن عوف هذا في أها فإذا لا يوجد معها محرم. طيب ما يوجد محرم. لذلك ابن حجر في فتح الباري حينما شرح هذه المسألة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد هذا أمير المؤمنين في علم الحديث يقول وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحدا منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل فإذا أنزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد ونزل عبد الرحمن وابن عوف وعثمان بذنب الشعب وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن وفي رواية له وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر يقول في إسناده الواقدي هو ما في مشكلة لأنه من المغازي وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن المغيرة بن شعبة والظاهر إنه أراد بذلك زمان ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة وكان ذلك سنة 50 مرة ثانية واحدة في زمن عمر وهاي في سنة 50 لا تقول لي عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر قتله معاوية قبل ذلك بكثير. طيب وقبلها ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخواني في خلافة عمر وفي بعد مقتل عثمان وكذلك في سنة 50 أيضا ذهبنا للحج وعلى رأسهن عائشة ومن حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن هاي مرة أخرى حج بهن في زمن عمر والناب في خلافته هو حج بهن عثمان بن عفان وما تذكر الروايات أي محرم أبدا إطلاقا جميل. ما في لا من يمين ولا يسار ولا هم يحزنون طيب. ثم يقول يقول أنه قال لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم هذه ثم ظهور الحصر يقول زاد بن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وآله يحججن إلا سودة وزينب فقالا لا تحركنا داب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإسناد حديث أبي واقب صحيح وأغرب المهلب فزعم إنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها للعراق طيب للإصلاح هو يقول للإصلاح بين الناس في قصة واقعة الجمل وهو أقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل والعذر عن عائشة إنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيره من صواحبها أو من صواحباتها طيب ولا في إنه معها محرم ولا معها ولا هم يحزنون وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف وليس عبد الرحمن بن أبي بكر كما زعم الشيخ عبد العزيز أبو عاش طيب شكرا لك سيد ميسم الموسوي كنت معنا من العراق جزاكم الله خير كما أتوجه بالشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ أبو عائشة إن شاء الله الأسبوع القادم سنكمل هذا الموضوع مع باقي الأسئلة التي لم نتطرق إليها شكرا لكما حياكم الله شكرا لك يونس وشكرا للسيد ميسم وشكرا لقناتكم حياكم الله شكرا جزيلا لكم والشكر أيضا لمشاهدينا الأعزاء أحبتي إن شاء الله هذا الموضوع سيبقى الأسبوع القادم كذلك سوف نتطرق إليه ابقوا معنا على الموعد وننتظر مداخلاتكم المفيدة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.